قبل أسبوع أطلقنا إعلانات سويبلي، كانت شراكة بين سلة وسويبلي، اللي من خلالها حتقدر تعلن على شاهد بميزة حصرية بمنصة سلة. يعني من لوحة تحكم متجركم تقدروا إنكم أنتوا تعلنوا على شاهد. اليوم نحن على شاهد، خلال أي شهر من السنة بكون عندنا حوالي 5 مليون متابع مشاهد أكتيف على المنصة، وبشهر رمضان هذا الرقم بيطلع تقريبا لحديث 8 مليون شخص، 8 مليون مشاهد على شاهد. أكيد، شو هي أهمية الإعلان على شاهد؟ اليوم إذا بدنا نفهم أكثر عن شاهد، شاهد موجود للجماهير كلها بالمملكة العربية السعودية وبالمنطقة العربية بالعالم العربي، ممكن أنكم توصلوا لكل هذه الجماهير بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اليوم نحن بالمنطقة العربية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عنا حوالي 24 مليون مشاهد خلال شهر رمضان، مع أكثر من 8 مليون مشاهد على في شهر رمضان في المملكة العربية السعودية. اليوم إذا بدنا ندقق أكثر بالتفاصيل، نفوت بالتفاصيل أكثر عن المشاهدين يلي موجودين على المنصة، هن تقريباً نص بيكونوا رجال ونص نساء، 52% نساء و 48% رجال، وهذا الرقم بيختلف شوي من بلد للتاني، بس more or less دايماً بيكون نفس الشيء تقريباً 50-50. ومثل ما بتنتبهوا هون على الشاشة قدامكم، بتنتبهوا إنه أغلبية المشاهدين بيتراوح أعمارهم بين 18 وال 24، يعني حوالي 43%. وإذا بناخد من الأعمار بين 18 وال 44 بشكله حوالي 87% من المشاهدين، يلي هو بيعني أنه اليوم المشاهدين الموجودين على شاهد هن young audience بالمملكة تحديداً. أكيد أغلبية المشاهدين موجودين بالعاصمة بالرياض مع 34%، بيرجع في عنا 39% بمكة المكرمة، و14% بالشرقية، و7% في بقية مدن السعودية، و6% في المدينة المنورة. رمضان 2023 كان عندنا حوالي 7.4 مليون مشاهد. السنة نحن حسب الديتا اللي عندنا إياها عندنا حوالي 8.1 مليون مشاهد أكتف على البلاتفورم. So, اليوم نحن كجمهور سعودي الموجود على شاهد بيستهلك أكثر شيء المسلسلات الخليجية والمسلسلات التركية، بيرجع البان أرب والبرامج المدبلجة. هلأ مثل ما قلت كمان معدل الوقت للمشاهدة بالجلسة بيتراوح حوالي 50 دقيقة بشهر رمضان، وكمان السبلت 78% على الموبايل والكمبيوتر versus 22% على التلفزيون. بالسعودية لحالة في عنا حوالي 6.4 مليون ساعة معدل المشاهدات خلال شهر في السعودية. هلأ كيف بتتم طريقة ظهور الإعلان على شاهد؟ اليوم نحن أهم فورمات عنا على شاهد هو الانستريم فيديو. شو يعني؟ هو الفيديو الإعلان يلي هو مدته بتتراوح بين 6 ثواني و30 ثانية، واللي هو ما ممكن نتخطاه. يعني المشاهد اليوم بيحضر إعلان من أول ثانية لآخر ثانية، وهذا الفيديو بيظهر قبل المحتوى، قبل ما تبدأ الحلقة. بترجع بتبدأ الحلقة، بيرجع كل 15 دقيقة تقريبا بيظهر إعلان ثاني، وكل الإعلانات الفيديو الموجودة في الحلقات في المسلسلات والبرامج ممكن المشاهد أنه يضغط على هذا الإعلان ليتم أخذه على لاندنج بيج على الويب سايت تبع المعلن، يلي بهذه الحالة بيكون الويب سايت هو المتجر الإلكتروني الموجود على سلة، كرمال يتم شراء البرودكتس اللي عندكم إياها على المتجر الإلكتروني. إذا اليوم نحن بدنا نحكي عن معدل المشاهدة الكلي، يعني المشاهدة التامة للإعلان بتخطى 94%، وإذا بدنا نتكلم عن معدل الاستكمال كمان بتخطى 94%، يلي هو معدل استكمال الإعلان. ومعدل الرؤية الواضحة للمشاهد للإعلان بتخطى 95%. والمنصة موجودة مثل ما بتعرفوا على التلفاز الذكي، على الويب والهواتف المحمولة، يعني على كل البلاتفورمز. وأكيد للتحقق من الإعلان ولا يتم تأكيد أنه كل شيء من هذا الإعلان في regulation عليه، نحن أكيد we are partnered، في عنا شراكة
مع IAS وموت ودبل فيريفاي اللي هن الشركات العالمية المختصة بالريجليشن على كل شيء ديجيتال والميديا ان جنرال. طبعا بس هنا نضيف النقطة اللي قبلها في مشاهدة الفيديوهات من ناحية تقنية. اليوم من مصلحتنا كتجار لما نعلن هل إعلاني ظهر أو لا، ميزة من ميزات إعلانات شاهد إنه في حالة الأجهزة للمستخدمين أو عامل الأد بلوكرز الذي تمنع الإعلانات، الموقع بشكل كامل ما بيشتغل مع أي أحد، فالإعلانات غير قابلة للتخطي. وكمان بنفس الوقت الأد بلوكرز الذي تمنع الإعلانات ما بتسمح للبرنامج بشكل كامل إنها تشتغل. طبعا مثل ما ذكرت إنه الفيديوهات هذه فيها call to action الذي بيكون فيها دائما رابط المتجر. طيب في حالة إنه كان وهذه الفيديوهات كمان تعرض على أجهزة التلفاز، ففي حالة إنه مثلا الإعلان ظهر على أجهزة التلفاز وانت مختار انه اعلانك مثلا في اعدادات الحمله اللي بنشوفها على نهايه الويبينار كيف تطلق حمله من منصه سله، يعني في توصيه انها يكون عندك الكيو ار كود مثلا على جهه معينه في الفيديو في حاله اعلانك ظهر في التلفزيون، فيكون كيو ار كود بيوصل الى المتجر او الى التطبيق او الى الكول تو اكشن اللي حابب تكون فيها. منصه شاهد عليها ارقام مره عاليه، الانجيجمنت على الاعلانات بيكون عالي، ونسبه انه التجار او المشاهدين بيفضلوها عاليه ما شاء الله. وتجاوزنا التخوف اللي عندنا انه ممكن يكون الاعلان مزعج، لانه احنا فهمنا انه الاعلان بيطلع بناء على تفضيلات معينه، بيكون نفس العميل هو بيفضلها. يعني ما يعني انا بالنسبه لي احب العطور فحيطلع لي اعلان يتعلق بالعطور، انا بالنسبه لي انا امراه فحتطلع لي منتجات نسائيه او اشياء تتعلق فيني. يعني ما ممكن مثلا انه يطلع لي اعلان عطر رجالي الا لو انا كنت مثلا في مناسبه تتعلق مثلا ممكن انه شيء ممكن أنا حابة إني أهدي أخويا أو زوجي أو اللي هو. جميل. طيب أنا أبا حابة أعلن على شاهد، إيش تنصحونا يا سلة وشاهد إنه إحنا نسوي؟ الخصنا لكم مجموعة نقاط تقريبا هي 6 نقاط بإذن الله إذا أنت طبقتها حتكون سويت إعلان ناجح على شاهد، وبعدها بإذن الله حنبدأ في نقطة التطبيق العملي. طيب أول نقطة لازم إنكم أنتوا تحددوا هدفكم من الحملة، بمعنى هل أنا حابة إنه تقريبا هذه الخطوه لازم تكون مشتركه في جميع المنصات. هل انا حابه حمل او حابب الحمله تبعي تكون براند اويرنس توعيه بالعلامه تبعي او كونفرجن زياده مبيعات وتحويل؟ اذا حددتوا هذا الهدف من خلاله انتم يمديكم انه تحددوا ايش حيكون نوعيه المحتوى او الفيديو تبعكم. هل في كول تو اكشن او خصم معين؟ هل مثلا في بيوصل قيمه معينه من تخص العلامه او تعزز العلامه تبعك؟ فتحديد الهدف جزء مره اساسي. خلاص انا حددت الهدف من الحمله، مثلا قررت انه يكون براند اويرنس. طيب ايش الخطوه اللي بعدها؟ حنبدا نجهز المتجر لاستقبال العملاء. ايش المعني باني انا اجهز المتجر لاستقبال العملاء؟ اليوم لو انت دفعت اكبر ميزانيه وسويت افضل الممارسات في انه اعلانك يكون مره رهيب وجذاب، لو دخل العميل متجرك ولقى انه تصميم متجرك ضعيف او ما هو احترافي حينفر من الشراء منك، حتى لو كان يعني هو مرة متحمس ومفلم على الشراء. إيش أعني بأنه يكون المتجر احترافي أو جاهز لاستقبال العملاء؟ أول شيء أنه يكون المتجر تبعك بهويتك، فإنه مثلا يكون في مضاف شعار المتجر، في بنرات، في تصميمه جيد، وأيضا كمان مضاف تقييمات العملاء. دائما العملاء يتشجعوا ويشتروا لما يشوفوا في تقييمات لعملاء سابقين قد اشتروا منهم سواء للمنتج أو المتجر، فإنك تعرض التقييمات تبع منتجك في متجرك هذا الشيء مرة حيحفز عملائك. كمان إنه يكون في عنوان ووصف واضح للمنتجات، صور المنتجات واضحة، الوصف تبع المنتج نفسه بيحمس العميل أو بيوضح كافة تفاصيل المنتج بحيث إنه يشجع العميل على الشراء. كمان إنه يكون في تصنيفات ورسوم تساعد عميلك إنه هو لو يبي يبحث حسب تصنيف معين أو لو يبي يبحث في البحث حسب لمنتج معين. كمان انه تكون حاطط سياسات الاستبدال والاسترجاع، هذا الشيء حيخلي عميلك يحس انه حقه مضمون. كمان مهم جدا انه انت تتاكد انه عندك، لو انت مثلا علنت لعطر معين، انه تتاكد انه مثلا انا حاضف مثلا 10,000 ريال لمده شهر، متوقع مثلا انه يجيني مثلا منها مثلا 100 عميل على سبيل المثال. مهم ان انا اكون موفر مخزون جيد عندي، بحيث إني أنا ما أتفاجأ بضغط الطلبات وتحصل تجربة شراء سيئة لعميلي إنه يتأخر عليه المنتج أو كذا. فهذه هي النقطة المتعلقة بتجهيز متجرك. بعد ما جهزنا المتجر مهم أيضا إنه تحددوا ميزانية ومدة للحملة. يعني مثلا تقول أنا حابب إني أنا أسويها لمدة شهر،
بقيمة 7000 ريال، حتجيب لي مثلا كذا عدد من الظهور. ممكن عميلك يشوف الإعلان للمرة الأولى يعجبه، لكن ما يكون متاح وقتها إنه هو يشتري. فلطيف إنه هو يتكرر عليه الإعلان مرتين ثلاثة، بحيث إنه هو يعني تحصل له الفرصة إنه هو يعني لو كان مهتم إنه تحصل زيارة أو يتم عملية الشراء. بعدها تصنع فيديو كويس يساعدك على تحقيق هدف حملتك. فلو انت مثلا زي ما قلنا براند اويرنس، تحاول انه انت توصل القيمة اللي انت حابة توصلها في الفيديو تبعك، او مثلا يكون فيها كول، اذا كنت حابب يكون فيها كونفرجن انه يكون فيها خصم مثلا، يكون فيها كول تو اكشن يودي على المتجر تبعك او المنتج اللي انت حابب تعلن عنه. المهم مرة انه يكون الفيديو ممتاز. كل ما كان الفيديو، كل ما انت حطيت جهد في الفيديو تبعك، كل ما كانت النتائج افضل، لانه بالنهايه هذا الاعلان هو سفير لك، سفير عن متجرك وهويتك وعلامتك. فحاول انت تستثمر في جهد انك تبرزه بافضل محتوى، بافضل تصوير، بافضل تصميم. في بعض الشروط من سله تتعلق بهذا الخصوص، مثلا انه مثلا ما يكون في المحتوى انه يكون في مثلا تقليد لعلامة معينة، أو مثلا محتوى سيء أو غير أخلاقي أو غير قانوني. هذه الملاحظات كلها إذا ضمنها الفيديو، ممكن لا سمح الله إنه يتم رفض الفيديو تبعك. كمان في شروط معينة للفيديو الإعلان، إنه يكون هو بصيغة MP4، في أبعاد معينة، في مدة معينة، إن شاء الله بإذن الله هنتطرق لها. الإعلانات أكيد بيكون MP4، بده يكون مدته لا تتخطى 30 ثانية. أنا شفت سؤال هلا قبل شوي سأل بخصوص المدة. أفضل ممارسات يعني عادة بكون الإعلان حوالي 15 ثانية لل 20 ثانية، بس نحن أكيد نترك الإعلان إنه يكون ماكسيموم 30 ثانية، لا يتخطى 30 ثانية، بس إنه كان أفضل ممارسات بين 15 وال 20 وأقل ثواني. جميل. نعم. حلو. بعد ما تصنع الفيديو، تسوي تدخل على متجرك أو المنصة تبع متجرك، وتبدأ تسوي إعدادات الحملة حسب الجمهور المستهدف. كمان برضو الجمهور المستهدف تكون أنت محدده بناء على هدف الحملة. بعدها بعد ما تعبي إعدادات الحملة، تتم عملية الدفع من نفس متجرك، وحتتم مراجعتها خلال يومين من عند سلة ومنصة سويبلي. وبعدها حتنطلق. بإمكانك بعدها إن أنت تتابع تفاعل جمهورك بعد الحملة، وتشوف كم عدد النقرات، كم عدد المشاهدات، كم المبلغ اللي صرف إلى الآن، وهكذا. نبدأ الآن في نقطة التطبيق العملي. هذا حندخل على صفحة تحكم متجرنا. طبعاً الجميل في كثير من التجار يحسب إن أنتوا لازم تدخل على متجر التطبيقات في تطبيق معين لسويبلي تثبتوه. لا، هذا أبداً مو صحيح. سويبلي موجود من نفس لوحة تحكم متجركم. تروح على الأدوات التسويقية من هنا من القائمة اللي على اليمين، تروح على الأدوات التسويقية. من الأدوات التسويقية حتروح على الحملات، حتروحوا على إعلانات سويبلي. من إعلانات سويبلي حيطلع لكم كل الحملات اللي أنتوا قد اشتغلتوا عليها سابقاً. هتضغطوا من هنا إنشاء حملة جديدة. من عند حملة جديدة حنختاروا شاهد. طيب، من هنا حيطلع لكم إنه أنتوا توافقوا على سياسة الإعلانات، إنه ما يكون في ترويج لأي علامات تجارية غير رسمية أو مزيفة، محتوى مسيء أو مواد إباحية، أنشطة غير قانونية أو مخدرات، الأدوية، المتابعين الوهميين، ترويج أي محتوى مخالف لسياسة الإعلانات قد يتسبب في رفض الحملة الإعلانية. فأحرصوا إنه أنتوا تكون يعني إعلانكم خالي من هذه المحظورات. تضغط على أوافق. بعدين حيبدأ يظهر لكم ثلاث خطوات. أول خطوة حتكون عبارة عن بيانات الحملة. في بيانات الحملة حتكتب عنوان الحملة. فمثلا أنا هنا مثلا حكتب سلة. طيب، حيكون في نوع واحد من أنواع الحملات اللي هو إعلانات الفيديو. يمديكم تحطوا إلى 5 فيديوهات في الحملة الواحدة. حنمثل معاكم الآن، نضيف فيديو. هذا الفيديو حيصير له أبلود. مهم جدا انه يكون تنسيق الفيديو المقبول هو MP4، والابعاد الموصى فيها هذه هي، يعني يكون الفيديو عرضي. يعني للاسف انه بنشوف بعض الممارسات، حسب ما ذكر لي استاذ ابراهيم، انه شخص بيكون اعلانه على سناب شات
بيرفقوا بطريقة بحيث إنه هو طولي بس على اليمين على اليسار بيكون لون أسود، وبيظهر الإعلان بشكل مرة صغير على مستخدمين الجوال لأنه هم بيشوفوه بشكل عرضي، الإعلان مو واضح، كمان يعني ما بيمثل علامتك بشكل جيد. فأحرص دائما إنه إعلانك يكون عرضي بهذه الأبعاد، مدة الفيديو بأقصى حد 30 ثانية زي ما ذكر أستاذ إليو إنه يفضل يكون من 15 إلى 25 ثانية، والحد الأقصى الملف ما يزيد عن 30 ميجا بايت. هذه برضو التفاصيل الثانية مهم إنه أنتم تنتبهوا لها. بعدين هنا نحط إيش الرابط يلي لو ضغط المستخدم على الإعلان أو المشاهد يودي عليه. فمثلا أنا هنا حنسخ رابط متجري، طيب بعدين ممكن إنه أضغط معاينة الرابط فيوديني على الرابط. طيب الآن أنا أضفت الفيديو، يقول زي ما قلنا يمدينا نضيف إلى حد 5 فيديوهات، يمدينا برضو أيضا إنه نتأكد إنه الفيديو تبعنا مطابق، لو كان في فيديو خطأ حيقول لي إنه فشل التحميل، وأضفنا رابط المحتوى. طبعا هنا من هنا يمدينا إن إحنا نعاين الفيديو تبعنا، نضغط التالي. طيب هنا الآن حنيجي على الفئة المستهدفة، فهنا حنحط اللوكيشنز حقت الفئة المستهدفة. مثلا أنا أبغى أستهدف الناس اللي في الدمام، ظهر لي أهو، أبغى أستهدف الناس اللي في جدة، أضفتها، أبغى أستهدف الناس اللي في الرياض، حيطلع لي الرياض. تضيفوا حسب المواقع اللي أنتوا بتفضلوها، حضيفوا اللغة العربية والإنجليزية. اوكي يعني هنا دائما نحرص على انه يا نحط لغه عربيه وانجليزيه او عربيه بس، صح؟ صحيح. طيب ممتاز. بعدها حنختار نوع الجهاز، هل انتم حابين يظهر اعلانكم على المشاهد وهو قاعد يتفرج على شاهد من سطح المكتب ولا من الجوال تبعه او من التلفزيون. فانا مثلا ابا يظهر يكون في التلفزيون، ابا مثلا في الجوال. هنا برضو نختار نظام التشغيل، يعني أنا ما أستهدف الآيفون أو الأندرويد إلا لو عندي خدمة مخصصة لهذا، يعني مثلا أنا ببيع جوالات وشواحن مثلا، قاعدة أبيع شاحن آيفون، فأنا بستهدف بس تبعين آيفون. فحلو ممتاز. دحين أضغط على التالي. طبعا على اليمين في الملخص تبع الحملة تبعي، حلو إنه أنتوا تراجعوه. ايوه هنا نبدا في الميزانيه اليوميه، زي ما ذكر لنا استاذ إليو انه الافضل انه تكون من 250 وانتم طالعين في سله، عندكم الحد الادنى هو 150، لكن بناء على التوصيه هم قالوا من 250 الى 400 ريال، هذا الافضل. فاحنا حنحط مثلا 400 ريال، بناء كمان على توصيه استاذ إليو، قال انه الافضل انه تكون الحمله من شهر اكثر. معنى الحد الأدنى اللي انتم بدكم تطلقوا فيه هو 3 أيام بس، لكن هذه طبعا ما ننصح فيها لأنه الحملة ما تكون يعني ما تكون انطلقت بشكل جيد، فالأفضل إنه احنا نخليها شهر. هنا يمكنكم تحددوا إذا حابين إنه تظهر في أيام محددة، مثلا أبغاها تطلع في السبت والأحد والاثنين، في وسط الأسبوع، لا والله بس في الويكند. فهنا يمكنكم انتم تحددوا الأيام، أنا عن نفسي ما هخليها. طبعا هنا مخصص لو انتم حابين ان انتم تخلوها في وقت معين او تاريخ معين او بايام معينه. طيب راجعنا الان الملخص، حيطلع لي الاجمالي تقريبا 12000 ريال والميزانيه تقريبا 400 ريال. هنا قاعد يقول لنا تقديرات الاستهداف، هذه ارقام من عند سله، يقول لك انه انت لو دفعت 150 ريال حتتوقع انه يظهر لك 1250، حيظهر اعلانك 1250 ظهور. فانت احسبها بناء على حسبة تقديرية، كم انت الان مثلا انا حاطة 400 ريال تقريبا 3 ضعاف المبلغ، فانا مثلا حيطلع اعلاني 4000 مرة او 5000 مرة. طيب ممتاز. الان حنضغط التالي، هيبدأ يظهر لي الدفع. الدفع اللطيف في الموضوع انه انتم بديكم تدفعوا من نفس المنصة، نفس البطاقة اللي عندكم، نفس كل شيء عندكم، حتقدروا ان انتم تدفعوا وتتموا الدفع بشكل كامل من نفس المنصة من غير ما تطلعوا لأي مكان ثاني. هنا حيكون عندنا الإجمالي حق الحملة هو 12000 ريال لمدة شهر، يوميا 400 ريال.
هذه بالإضافة إلى الضريبة المضافة. أنا عندي رصيد أوريدي في المحفظة، فقلت له إن أنا أسحب من رصيد المحفظة، حيتم الدفع وأضغط تأكيد الدفع. أيوة، في نقطة بنبهكم عليها، إنه لازم تجدول الحملة بناء على يومين من بعد اليوم، عشان يكون في عندنا يومين للمراجعة. أنا مثلا هنا هخليها، طيب الآن أضغط التالي. واضح، عندي طبعا سويت لها تقريبا حدود شهر كمان نفس الشيء. ايوه، هي وضحت الفكره بشكل كامل. الان هنا في مرحله الدفع بتكون سواء كانت من الرصيد اللي موجود في رصيدك في سله او عبر الباقه الالكترونيه اللي بتكون موجوده. التوصيات التي ذكرتها كانت جدا جميله، من الميزانيه مثل الايام، طبعا الذي بيجهز الكامبين بتكون قبلها بيوم. شوفوا، بعد اطلاق الحمله يفترض انه يظهر لكم هنا احصائيات على مرات الظهور والنقرات والمدفوعات. هنا حيكون مثلا في إذا هي منشورة ولا متوقفة ولا مجدولة ولا مسودة. هنا مقالة مركز المساعدة تقدر توصلوا لها لو ضغطوا اعرف أكثر. حيكون فيه مذكور بشكل مفصل إيش طريقة إطلاق الحملة، بحيث إنكم تقدر ترجعوا لها في أي وقت. في كثير من التجار بيسألوا أنا ما عندي فيديو، طب أنا نفسي يكون عندي فيديو احترافي، كيف ممكن أنا أنشئ فيديو؟ سواء إنك أنت تقدر تسويه بنفسك أو من خلال خدمات التاجر. في خدمات التاجر في مزودين مرة كثير، مزودين خدمات بيقدروا إن هم يساعدوك على إنك تنشئ فيديو. مجرد ما إنك تبحث في القسم المخصص أو إن أنت تكتب في البحث عن مثلاً إنك أنت حابب إنك تبحث عن مثلاً فيديو، مثلاً هنا نكتب مثلاً فيديو، حيظهر لك العديد من المقدمين الخدمات اللي هم بيقدموا لك خدمة إنه هم يصنعوا لك فيديو إعلاني لمتجر. الآن كده خلصنا من إطلاق الحملة وقعدنا نراجع الأرقام، والحمد لله حتبدأ تلاحظ إنه التجار بدأوا يدخلوا لمتجرك. وكده نكون خلصنا نقطة الجانب العملي في الحملة.